الناس كلها يعني زمايلي و مجلس الاداره، مجلس الاداره بقياده كابتن محمود خطيب، كابتن سيد عبد الحفيظ. الصراحه الناس دول تحديدا يعني كنت بشوفهم حابين النصر يبقى موجود، يعني دايما كانوا عايزين النصر يبقى موجود في الملعب، كانوا شايفين دايما النصر بيبذل مجهود في التمرين، وده كان واضح جدا ان هو يكون موجود. هم الناس كانوا حابين ان انا ابقى موجود، ولكن الرؤيه الفنيه للمدير الفني حسيت ان هو ما كانش عاوز كده، لان انا ما كنتش رقم 2 يعني في مكاني، لان انا اتقال لي انت مش هتلعب في مركزك، هتلعب في مركز تاني، ووافقت. وبعدين في مركزي حتى انا ما كنتش رقم 2، يعني انا كنت قلت لهم يا جماعه انا لو انتوا مش عاوزيني انا مش رقم 1 فتمام، انا رقم 2 وانا موافق، ولا بس الوقت اللي انا اخده اقدر اثبت فيه، بس اديني وقت. فده برده ما حصلش، انا كنت رقم 3. هي الفكره مش كده، هو الفكره لو انت كمدير فني انت مقتنع في مثلا ده رقم 1 فتمام مفيش مشكله. مركزي كان موجود قفشه رقم يعني انت بتتكلم على مركز رقم 10، هو كان موجود قفشه، وكان فيه وليد سليمان، وكان فيه انا. انت عارف ان انا كنت راجع رقم يعني راجع ان انا كنت افضل سنه العب في الدوري كارقام يعني بالارقام، ورجعت فانا رجعت على فريق فيها لاعب بيلعب يعني رقم 1. تمام، انت مقتنع، انت كمدير فني مقتنع ان اللاعب ده هو رقم 1، فانا ما عنديش مشكله خالص. انا لو انت حطيتني رقم 2 وبتديني فرصه فانا هقدر اثبت لك، يا اثبت لك يا لا. بس هي الفكره ما كانتش كده، الفكره ان انا ما كنتش رقم 2 اصلا. يعني هو مش طبيعي برضو انك يعني تقعد سنه كامله ما تلعبش، فاهم؟ يعني زي ما بقول لك انا راجل مستحيل، وده اتعلمته في النادي الاهلي. يعني انا قعدت 12 سنه او 13 سنه في النادي الاهلي، لان انت عارف ان انا من ناشئين النادي الاهلي، علموني حاجات كتير جدا، علموني ان ما ينفعش تاثر في شغلك، فده بالنسبه لي مستحيل. علموني ان دايما انك تبقى رقم 1، النادي الاهلي دايما لو انت بصيت هو دايما رقم 1، لو خد مركز تاني كانه مركز اخير، فاهم قصدي؟ فالفكره كلها إن, ان 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 الواحد كان بيشتغل ان هو ياخد كورس، عامل معايا كويس، عاملني كويس، انا بستحمل عشان خاطر النادي، فاهم قصدي؟ بس انت في الاخر ما لقيتش اللي فاضل. لا خالص، بالعكس، انا بشوف ناس كتير جدا يعني بيحبوني، يعني ناس كتير جدا وناس كتير محترمه. اكيد هتلاقي ده، كده تلاقي ان في ناس بتنتقد بكل حاجه، وهم برضو ليهم كل الاحترام والتقدير، بس اوقات ساعات ما بيبقاش الصوره واضحه ليهم بشكل كامل، تمام؟ لكن زي ما بقول لك انا شغلي مستحيل ومستحيل، وما بقبلش ان حد يقول انت مواصل شغلك خالص، بالعكس. لا ما بحبش الكلمة دي، يعني ما بحبش ان انا ايه ده انا اتظلمت انا مش عارف ايه، داخل الناس شايفة، ما بحبش اقول انا كده انا اتظلمت يا جماعة وانا كنت عايز، لا لا لا. لا خالص، ليه؟ بالعكس، يعني انتقدني زي ما انت عاوز، بس انتقدني الانتقاد اللي يعليك. ايه فاكرها؟ انا مش عارف، هو بعدين ما كانت مش شايف حكايه فيها ازمه خالص قوي، انا استغربت جدا هو في، لا طبعا، وبعدين مش هتكلم فيها.